هذا المشروع حركات اللي غادي نوريك دابا هي من اختصاصي انا هادي ماشي خديتهم عند شي حد لان كل ميثود عندها طريقه ديالها خاصه بها بالنسبه للحركات انما الحركه ديالنا بالنسبه للخدمه ديالنا حنا اللي خاصه اللي تكرصها هي بالنسبه للشده ديال العصا هي هذه ما عمرها كتحيد اليد من هنا هذه ديما غتبقى بحال هكا هذه ما كتبدلش يديها نهائيا وهذه الشده اذا هنا الدفاع او الهجوم هنا نفس الطريقه الدفاع والهجوم هذه لا راس بالنسبه للوجه نفس الطريقه تقدر تحرك يديك من بلاصه لبلاصه تبدل العصا من مكان لمكان هنا لا كيف من الشده الاولى الى الاخر عمرك ما تحيد يديك من بلاصه من تحت فوق هاد الدفاع ديالنا بالنسبه كيفاش كيكون الدفاع والهجوم يعني